ماما ميركل بابا بابينو 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 نو بابينو كبتنا كبتنا على المزبلة على حدود إنسانية أوروبا. الكلب حقوق الكلب، الكلب أشرف من إنسان. ماما ميركل من الأساس كانت قلنا ها سكرنا من تركيا، مو ماما ميركل أنا مسموح مسموح ما في عدد، شهاد بدهم يجوا سوريين يجوا. رحنا الأمم المتحدة قال نحن حقوق الطفل، الطفل وين عبنام؟ هذا الطفل عبنام هون؟ Merkel said everyone is welcome. That is why they sold everything what they had and came here. So she cannot stop now. She can say, okay, the people are staying here. That is because our fault. So we take these people. But the next, what we don't take from, I don't know, these months anymore. My mother. Yeah.